واش اسم الآلة؟ عطاش اسمية خي نسيبو بالرجول مخوارة. هذه واحد الآلة أنا بعدها تلعب بها مرة مليحة نقول ويلي وقاعد تلعب بنفس التكنيك هاي ما فيها لا صوت لا صامتة. هادي راه تيحلم هادي تنعقدهم عادي قاعد يدير شي بلان. اما دابا مسكين راه عاد يحلم وصافي. دابا هذا ما يهربوش ليك. الله ويلي ويلي وناضي. هادي بونو ديال سوكاثية هادي نيشن مركز او هداف هذا شتي هذا والله ما يضيعش بيلانتي نوايدي. اش تتشوف دابا مع انت تبارك الله ناضي خاصك فهمتي خاصك دير له شي تكوين بصح شوف عنده واحد خبيبي زرع دابا مره ما تبقى يدوز جيتي تيخزنها وسام شي نهار غنصوروا على غفله. اسمح لنا فهمتي دابا راه واقيلا تعشينا بشي حاجه مشات ليه. المهم اسمع معجنين نسجلوا الفيديو مع 12 هادشي اللي عطى الله. مشاكل الاغنياء ما عندنا فيهم حتى دخله. هذا الهاتف هاد التليفون صدق قشاوش عيشوره صدق لعاب ديال الميكا استقلع علاقة. المهم راكم عارفيني انا مهووسة بشي حاجة ديال التليفونات فين ما كيخرج تليفون جديد كنبغي ناخدو وكنبغي نجربو داكشي. كيف شفتو هذا كنخداه لي راجل واللي باقي عندو نوكيبيل اخي شايفو انا باقي عنديها موتورولا عارف موتورولا 16 قالت لهم اللي خرج على عيشورة ما كرهناش عطانا نلعبو بيه الله يسالك. اييه شوفي عطاك الله عطاك الله تمتعي مع راساتك. انا راه باقي عندي واحد تليفون الكاطير دي قاسة ايفون 16 وقواوش يا زوينه. النظرة الى وجه الاخت صباحا يبعث الطاقة والحيوية وجه اختي نايدا مبالغة اشتي اتحلى الاخوة شت واحد المثال قال لك النظر الى وجه صديقك كيعطيك واحد فهمتي الرزق والطاقة وكذا. يلا الله اللي تعطيك الرزق اسمع مهم تخليك في الطاقة تاكت. شوف دابا دخلنا عليكم برا تشوف هذا واش تحس بشي طاقة لا تحس بطاقة ماني انا طايح معاك. لغة الجسد لا تكذب نجاح البرنامج اللي احنا كنأمنوا به ديال ديمقراطية قوية ومؤسسات قوية وحكومة قوية هذه الحركة اللي خرجت عليه نيشان ركب الروج ولا شو دابا هما باش زوينة ما كيديروش بالكلمات ولكن بالحركات. اخر فيديو عندنا هو هذا صافي يعني من الاخر تيقولوا لك ناكلوا لكم الحلوى سالينا يعني لا درتي شي داروا شي عيد الميلاد ولا شي حاجه. المهم لا مشينا ولا شي حاجه المهم مسامحه وتفكرونا بقاو ديما تعقلوا على ايوب والسين هذا راه غادي يحرق ماشي غادي يقرا. ولدي مينوش لابس حوايجو هاد الشكارتو مواجد راسو كيتسنى في الطرس ايوب مي كان تيقرا في تالي المدرسة هاد العام عنده لا غوند ميشال بحالك اسمع قالت لك عنده لا غوند ايش ومؤدب شو والله يتكاعي تيقول لك وعا خليك نفس الزرق احسن بالروج قال لك سافر ليه الهبالة باش ما يتشرجش مسكين وبس اللهم واش هاي يدير ملبسة حويجات وضربة لي حويج حراك قالت لك غادي لا غوند يا عزيزي الله يدير تاو الخير. هي حبيبي وريني النوع ديال الشامبو اللي كدير الحمام انا. هذا التيت مزيان كمان الميكروفون هذا. ومالك هذا؟ الله تثيث. خلينا صبرت نضرب به الجسم كامل. وفيما تتحط يديها عليه تتقول لي ارقم. وين؟ ولكن عارف الحوشي جاي من الداخل خلينا. بصح يعني على الاناقة فهمتي؟ بصح كتقول لي شي بلان هذا شمال برودوي تدير راه تنشري انا البرودوي ب 1000 2000 درهم والو الرطوبية. وين؟ ولكن التيد كينفع نقول لها تنديرو التيد وين يا مال التيد انا شحال دوزت التيد اوني ديال الموان نيشان وشوف ونعطيكم نصيحه التيد نصيحه القشره عندك القشره اختي ولا خويا عندك دير راسك بحال هذيك ديال الجمالي اللي تتبان في دوزام عرفتي انت جمالي لا وانت حياتي لقاها بنت هو يولي حنين السينيال صاحبي السينيال انا هاي كبتها ما درتش السينيال معليش لا لا معليش بصح قادر والله الكوميساريه برا اش كوميساريه هبط الموطور خذ الصدر يبقى يقول لي مالك ما درتي السينيال ودير صافي شاف الدنيا قال لي صافي الا سولك شي واحد الكسكاس شحال فيه من التقبره فيه 144 هاد النهار شدني الملان ونط نحسبهم ما
كاين ما يدي اللهم يحسن. الدار غنحسب ديال الغربه. السلام عليكم. وانت شحال عندك من تقبائي في الغربيه؟ الغربيه على صاحبي اللي تيغرب الوبيط. باقي ما حسبتهمش اخي. تيشدني الملل وغنحسبهم. احسبهم انا اللي عارف وحده بعدا راه كاينه. يا وحده راه كاينه عندنا كاملين. قلتي شحال بنادم واكل شارب. البلون مرقة ايوا تاني ما عرفناش الاخوان بالروج ولا فيديو ما تضحكش ما عرفناش الظروف ديالو واش دايرها ضحك ولا بصح لا ولا دايرها ضحك لا لا راه كاين الناس اللي مساك الله يحسن العوان بحال هكا خبز والماء صحتك داكشي اش كتقول لك الخبز والماء معاك يكفيني هذيك عاد عادت السني الحركه ديال الفاف السياسيه اللي تيديروا لنا بحال هكا بصح النضال وغادي نبنيو لكم بحال هكا كتقول لك صبر معاك ايوا على الخبز والماء في الاخر حدك تتصوت عليها هي كتسني دبرتي عليه ما كاين لا شتي يكذب عليك والله ما بقيتي كتفطر باناش يا ودي اخي شوف اصحابي الا كنتي قريب للزواج وقالت لك صاحبتك دوز مع واحد السيني وقالت لك شوف عيش معاك الخبز والماء وخبز واتاي عاف الكذا عرف راه عاد طنز العكري راه عاد كنش مشيتي غبره دابا الا بغيتي تسنى حتى 2025 ان شاء الله تولي كوين طرا فهمتي عامين بحال جايب مبامبي دوز عامين ما عجبكش طنز دابا بغيتي تجيب مبامبي تا هو دابا هاني نجيبو نعس تا وياه لا افهم الجنس الاخر هو داك مبامبي جنس اخر هذا من العزاوه نيت راه قرب شهر جوج باش دارك دارك الحاج كيتريني ناوي على خزيت ويا شو لون طريمو خلينا اخي شوف الحاج والحاج واش دير راسك هو اللي عارف راسو علاش يتريني عاوتاني ويلي ناوي على الحاجه مشيتي الحاجه غبره عاد ربي تراكسي فهمت شوف هو باقي تيتريني حنا ما لاصال خلص ليه 150 درهم ضرب جوج حلقات خرجت بحالي السيد هذا تبارك الله بطل بلا ما انت بطل في شمال البيطان كبار فينات بالله ما تقاوش تيقوا الدراري كراين جيرل ميك اب إلا بغيتي تتوحدي على شي واحد هذا هو الماكياج اللي خصك ديري اول حاجه غنحتاجو ليها هي عكار غوز وما تخافوش ديروا بزاف داكشي اللي بغينا دنوي بان لي هبطوا شي شويه الجناب باش يبان طبيعي اللي ما عندهاش عكار غوز تقدر دير اي شادو دنوي بلاند غنديرو شي هنا و انا كنت نطيق ملي كانت تطلع فاينلي اون ذا تشيكس من بعد غادي دير الماسكارا من الفوق ومن التحت وغنحاولوا نلصقوا الشفر مع بعضياتهم بالنتف زعما راه ملي كتكوني كتبكي الشفر كيف زقوك يلصقوا مع بعضياتهم شويه ديال الهايلايتر حيت حنا كيوت واخا نكونوا كنبكيو ويلي فاينل ستيب هي الليب جلوس ديعو شويه الفوق وغنديروا شويه هنايا شويه في البلاصه الله سبحان الله بحال ملي كنت تبكي هوك نيشي دابا نرند على دوكا وجهها احمر ما تقولش ظلمتها لكيدوهن عادي برا وجود والله تتبيضق تبرا العيالات ابو جول ليكم من الاخر سالين شتي اي راجل غادي يدير موستاج وتابع المراه عرف شوف المراه راه تبارك الله بروجي عندها الفوق بوجور سالين اخر ما كاين شوفوا شوفوا اخر ما كاين في الصابونه الاخوان شوف توراك على البطونه تزق على الحمام وراك عليها تبزق عليك الحمام شوفوا شوفوا اخر مكان هذه كثير عندك الفلوس تقدر دير بها هي كاين عن جيبه والله حتى عن جيبه نقلب عليها في علي اكسبريس عن جيبه كاينه من غير الحمام كاين الاشكال كاين واحد شكل خط زوين تورك عليه لا ماشي تم واحد شكل ناضي هذه المرحله ديال التزاوج الا بقيت هنا الله يعطيني العافيه عاد دابا انا غزال هذا الشيء مع الجدي مع الجديه نعم تيقربوا يتزوجوا تبقى بحال كجدي وعندك تا مع اللغه ديال الكلاب اخي وانت عندك لغه مع الحمير ياك